ما عندي ميتي قال والله مشى لي الاب ديالي راه كارف مي كيمشي لك خصوصا الاب ديالي كل واحد مواليد ديك راه الكلمات كيتحبس كنطلب منكم كاملين داو لي بمغفره هادشي اللي عندي ما نقول كان كيعاني في اللحظات الاخيره ديالو كان لك ياكل لا كيشرب لا كيناس لا كيناس فراحتو ولا والو كيتوزع هادشي كامل كان مغفره الذنوب وابتلاء من عند الله والحمد لله هو قاوم وصبر حتى اللحظات الاخيره وسالب الاستشهاد ديالو الشهاده ديالو وكان قابل الظروف اللي كان فيها الحمد لله كلمات قليله تقد تقالو كاين ما يتقال من غير قاعد الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا هادشي يدعوا مع الاب ديالي بالمغفره والذنوب بالمغفره من الذنوب انا الوالد ديالي كان راجل مزيان وكيف ما كتشوفوا حي كامل جا باش يشوفوا والحمد لله بغى الله رد الله واخا عانى مع المرض شويه انا معاه ماشي شويه بزاف اخويا والبارح كان كيروح شي حاجه قهويه مخلطه بالدم ما عرفتش داكشي كان كيروح من فمو المهم انا بقيت معاه حتى لديك 3 الصباح طلعت نعس باش نمشي للخدمه كنخرج نخدم مع السونس ديال الصباح مشيت يلا طلعت للدار نعس واحد الساعه شويه كطلع عندي واحد الدريه بحال الاخت ديالي كابره معنا في الدار وليد فاق معاك بكره مات ساعات الصدمه ما تيقتش انا لله وانا الي راجع ما خداش حقه اخويا وين ما خداش حقه عطى الفن والفن ما عطاش الاب ديالي راه خدا الرتبه الثانيه في المهرجان العالمي للايقاع في الهند وما ان شاء الله 42 بلاد اللي جالو ودوز حقه الحمد لله وعاش بعزو وماش بعزو الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون